السلام عليكم. راح تدخل الغاليين معانا بوستون كيك، واعتقد ان محدش عملها قبل كده، ودي الطريقه الاصليه اللي كنا بنعملها في امريكا. بوستون كيك كيكه خفيفه جدا ولذيذه وجديده، كانك تجربها مع اولادك هتعجبك جدا جدا. طبقتين كيك وكريمه كاستر، هنعملها بابسط طريقه ممكنه. يلا نعمل بوستون كيك، يلا بينا. نقول بسم الله، بنجيب لتر حليب بنغليه و4 اصفر بيض و2 بيضة كاملة بس يا سيدي، وعليهم 90 جرام نشا و200 جرام سكر. بنقلب البيض السكر النشا، واول ما يغلي الحليب اخد منه معلقة نعمل لها تمبرينج، وممكن تعمل 8 بيضات كاملين ب6 اصفر بيض وبيضتين كاملين، 200 جرام سكر، 90 جرام نشا، معلقه فانيلا، والاحسن فانيلا دود او فانيلا اسعار. اول ما يغلي باخد معلقه احطها على البيض اعمل له تمبرينج وارجعهم تاني على الحله واغلي فيهم وافضل اقلب لما يربط كده بس. ادي الكاستر بتاعي، حط 100 جرام زبدة وأقلبها لما الزبدة تدوب في حرارة الكاستر، دي بتديله دسامة وطعم جميل جدا جدا. أفضل أقلب، لازم الزبدة تدوب في درجة حرارة. شوف أنا رفعتها من على النار، أول ما دابت كده الكاستر بتاعي جاهز. هنقول بسم الله، أجيب كيكة إسفنجية سبونج أبيض فانيلا، وطبعا عاملين 60 حلقة على القناة ازاي تعملوا كلكم بقيتوا دكاترة. هشقها 2، يعني الارتفاع بتاعي 5 سنتي ده هشقه 2 مش 3 طبقات زي ما بنعمل كيك العادي. اسويه من فوق ومن تحت، بس يا سيدي طبقتين 2. هجيب الكادر بتاعي، شايفين ارتفاعها 2 سنتي، بحطها لازم جوه كدر عشان تتحكم في الارتفاع. وهجيب الكاستر بتاعي وهو سخن وانزل بيها، اول حاجة اديله سنة شربات عشان يفضل مويست، يعني يفضل طري وطعمه جميل. وهحط الكاستر بتاعي وهو سخن، يعني اول ما يجي من على النار على طول، بص هعبي الفرمة 2 سنتي، يبقى الارتفاع بتاع الاسبونج 2 سنتي وارتفاع الكاستر 2 سنتي. طبعا تقدر تزود او تنقص براحتك، بس انا بقول لك على الستاندرد ده اللي كنا بنعمله في رويال كاريبيان المراكب الامريكيه لما كنا بنروح نيويورك. واحط الطبقه الثانيه كده، اقفلها وهدي الشربات بتاعي وادخلها الفريزر بتاعي. طبعا بقيه الكاستر هغطيه وادخله التلاجة. تاني يوم بعد ما فرزت هي كده فروزن طالعة من الفريزر، هغطيها بالكاستر. يبقى بدل ما اعمل الباطس بتاعي زي ما بنعمله كريم شانتيه او كريمة زبدة، لا انا هبطسه بالكاستر برضو. وينفع تعمل كريم باتيسري، مفيش فرق كبير بينهم هما الاثنين، يعتبر نفس المقادير. انا بطستها كلها، للاسف الكاميرا مش جايباها بس انا هنزل لكم بيها دلوقتي. كاني بلف تورتية عادية، طبعا انا ما عنديش الستاند بتاع الكيكة ده اللي بيلف، فبعمله على ايديا زي ما كنا بنعمل زمان. بتبطسها طريقة يعني بسيطة جدا، مش محتاجة، او تحطها على قاعدة وتلف الصاج كأن عندك يعني دي او دي. سوينا الجناب وبعدين هنساوي البوتس، ارتفاع 90 درجة مئوية عشان يبقى كأنه شارب ايدج، عشان ينزل الجلاش ينزل على طول عليها.
اسويها كل الزيادات وتبقى زي ما انتم شايفين كده. احطها في الفريزر تاني لمدة ساعة تشد، وبعدين هكون محضر الشوكولات ميروار عندي. انا عامله بالكاكاو بدون كريمة فريش، وموجود على الصفحة تقدروا تشوفوا في اي وقت. طبعا بتلفوا وتهزوا وتشوف لو في مكان فيه فراغات، بس يا سيدي. واحطه بقى في التلاجة لمدة ربع ساعة لما المروار بتاعي يخلص، واقطعه ادي السلايس. شايفين ارتفاع الاسبونج وشايفين ارتفاع الكاستر. ادعي لأمي وأبي برحمة من قلبك وشكرا.